السلام عليكم مشاهدي الكرام. اليوم الجامعة الملكية لكرة القدم وضعت الجزائر بصورتها الحقيقية السوداء أمام العالم. فقد أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم البارحة أنه تعذر على المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة للتنقل إلى الجزائر، لأن الجزائر لم ترخص الطائرة المغربية أن تقدم من المغرب في رحلة جوية مباشرة إلى الجزائر كما طالبت بذلك الجامعة الملكية لكرة القدم طبقا لمقتضيات القانون المنظم للمنافسات الإفريقية. واليوم يحضر في المغرب رئيس الفيفا ورئيس الكاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لحضور قرعة كأس العالم للأندية، وتم استقبالهما في مطار الرباط صلا من طرف السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، وعاين وشاهد حضور المنتخب المغربي في قاعة الانتظار ينتظر الترخيص من الجزائريين الذين نقول عنهم أنهم أشقاء، وعاينوا المهزلة، وكانت فضيحة كبرى ظهرت فيها الصورة الحقيقية للجزائر وتعاملها مع جارها المغرب والمنتخب المغربي. ونحن نعرف على أن المغرب قدم صورة رائعة في مونديال قطر ووصل إلى المربع الذهبي وحاز افتخارا واحتراما العالم كله، وجعل الوطن العربي والدول الإفريقية تفتخر بهذا الإنجاز وتعتز بذلك، لأن ذلك فيه تقدم للكرة الإفريقية والكرة العربية. ونحن اليوم بصدد الحديث عن الكرة الإفريقية من خلال مسابقة أو بطولة الشان التي تنظمها الجزائر ابتداء من اليوم. والجزائر إلا الجزائر، العالم كله صفق للمغرب إلا الجزائر التي أدخلت السياسة في الرياضة، وهذا كانت إشارة واضحة في تصريح السيد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، حيث اشار بانه نحن ندعم كرة القدم ونطور كرة القدم في افريقيا، ولا علاقة لنا بالسياسة وبالسياسيين، ولا ندخل السياسة في هذه الامور. وبالتالي اليوم نرى ان المغرب اصبح محروما من الالتحاق بالجزائر، وهو الذي فاز بلقبين الشان في البطولتين السابقتين، بمعنى أنه مستعد للحضور الجزائر للدفاع عن لقبه، والجزائر ترفض أن يحضر المنتخب المغربي ولم ترخص له وللطائرة الخطوط الملكية المغربية أن تأتي من المغرب في رحلة مباشرة إلى جارها الجزائر، وطالبت بأن تذهب الطائرة إلى إسبانيا أو تونس أو إلى دول أخرى، ومن ثم تأتي طائرة أو تأتي المنتخب المغربي عبر طائرة أخرى من بلد آخر. إذن ما هذا الذي يحدث؟ إذن فليسجل التاريخ على أن الجزائر تعرقل وأنها تدخل السياسة في الرياضة، وأنها لم تريد أن تفتح الأجواء وأن تسهل المأمورية، ولنا سابقة في ذلك على أنه أثناء انعقاد القمة العربية في الجزائر جاء وزير الخارجية المغربي من الرباط إلى الجزائر في رحلة مباشرة من المغرب إلى الجزائر، والجزائر تفتح بصفة استثنائية الحدود البرية التي أغلقتها مع المغرب لمرور بعض جثث الشباب الغارقين في أمواج الموت والهجرة السرية. إذن لماذا الجزائر تصر على معاندة مصالح المغرب؟ أهذه هي الأخوة المغربية الجزائرية؟ أهذه هي الصداقة المغربية الجزائرية؟ أهذا هو الكفاح المسلح المشترك الذي كان بين الشعبين المغربي والجزائري إبان الاستعمار الفرنسي؟ لماذا تنكر الجزائر خير المغرب؟ لماذا أنها جحودة وحقودة وناكرة للجميل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. What is the position of the CAF and your very own? What do you think about it?
It makes me sad. I want Morocco in Algeria. I want these young boys to represent the people of Morocco, but to represent the people of Africa as well. And I have spent the last few days doing everything possible in my discussions with the government of Algeria, as well as in my discussions with my brother. You know, in all families, family discussions, there are times when there are different views. And I'll tell you what we discussed in Expo, what I told the media yesterday. The Minister of Foreign Affairs of Algeria, the government of Algeria, the head of state of Algeria say, we want Morocco. We want them to play. We want them to come to Algeria. And we will give them the best of hospitality. They are our brothers. I like that. I support it. And of course, my brother Fauzi, I want him in. He's a member of EXCO, of the highest decision-making body in CAF. I want him in Algeria to be with us. He always gives me and gives all of us very good advice. So the Algerian government says, we welcome them, we want them to come and play, they'll get the hospitality. And of course, I'll tell you what I asked. I recognize that there's a blockade. And I say, allow them to come. And they said, but you know, this is a sovereign matter. We are busy dealing with these issues. And of course, you know, the letter that came from Verona on behalf of CAF, which said that there were earlier discussions to say, please allow them to come. And then what the government is saying is that, but you know, the press statement that was released before put them in a very difficult position. Now, that's their view. Now, there's another view. You know, and of course, you know, Fauzi wants to come. The Moroccan national team wants to come. We have a big problem in CAF. We've got a big problem. And I want to thank my brother for being here. Welcome home. What do you think about Morocco having another massive event as the FIFA World Cup? We should be proud. The people of Morocco should be proud. I'm very proud of my brother Fauzi. The government should be proud. It's always important also to thank His Majesty King Mohammed VI, may God assist him. And we had a press conference yesterday in Algeria, and then from here I'll be going to Algeria. I will say here what I said yesterday. Of course, there are lots of challenges, and what we have to do in football, we respect the sovereignty of every nation. We respect their laws. We have to, in a very humble way, to use football to bring our people together. Mr. President, I was saying yesterday in Algeria, Morocco has got a special place in our hearts. Algeria has a special place in our hearts. Every nation in Africa has a special place in our hearts. So we will continue. And we are all God's children. We are all children of Allah. Allah wants us to be together and to show the love and caring for each other that is part of all of our religions. You know, I'm Christian, so it's in the Bible. My brothers and sisters who are Muslim, it's in the Quran. And those, what's contained in there is sacred to us. So we will continue in our humble way to use football
to bring our people together, because and we will succeed. It'll take time. It may take many years. And that's why I'm saying humble, because football, I was saying to many of my colleagues, I got messages from Indonesia, not only Africa, to say President Motsepe, the proud performance of Morocco in Qatar.